كتير طرق وسط الحياة كانوا فيها ناس، وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق. اهلا ومرحبا بكم ايها الاحباء مشاهدي قناة الطريق في البرنامج انذار اخير. وانا يوم بعد يوم من خلال هذه الفترة التي مرت من بداية هذا البرنامج في 9 فبراير سنة 2015، واحنا النهاردة في يوم 4/4/2016، بعد عام تقريبا او اكثر من هذا البرنامج عن الانذار الاخير، بتابع بحسب ما اعطيت من فهم ان اضع بعض البصمات على عمل الملاحظ او الواتشمان او المنذر اللي احنا قدمنا هذا العنوان ليه، انذار اخير. وشغلة الواتشمان ده ان هو يتابع بمحايدة، برأي محايد، يعني ما يفرضش رأيه ولا هو يتدخل في آراء الآخرين، لكن يعرض الحقائق كما هي بعين فاحصة، ويكون لازم واقف على مرصد. مرصد هو مكان الرصد، معروف ان مراصد بيحطوا في مراصد للنجوم علشان يتابعوا الحركة مثلا في الكون من مراصد أعلى بتلسكوبات عالية. علشان كده النبي حبقوق بيقول على مرصدي أقف وعلى الحصن أنتصب وأراقب ماذا يقول لي الرب. وأنا اليوم وأنا بتابع من هذا الحصن في قناة الطريق، هذه القناة الحرة التي أوجدها الله لكي ما يجمع فيها جميع الباحثين عن الحق وجميع الذين يريدون أن ينطلقوا إلى عالم الحرية، ونحن جميعا تحت هذا العلم. ولينا الأخ الحبيب الدكتور جوزيف نصر الله دايما بيذكرنا ويقول لنا احلم بالحرية، وإحنا كلنا معاه مثل الحالمين. لكن ما تنساش أن الرب لما حقق هذا الوعد في المزامير من قبل كده وقال لما رد الرب سبي الصهيون صرنا كالحالمين، ومعروف يعني ان احلى حلم ان الواحد يشوف الحلم بيتحقق قدامه بعد يعني وقت طويل من الانتظار. علشان كده قالوا لما حدث ان يوم 50 انسكب الروح القدس كان يتابع هذا الانسكاب يرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما.
وانا مش عارف النهاردة انا في نطاق الشباب ولا في نطاق الشيوخ، انا عديت 65 دلوقتي، فانا بعتبر يعني من الشيوخ، فمش عاوز افضل احلم لان العمر ما عادش فيه كتير يعني علشان الواحد يفضل يحلم احلام لا تتحقق. لكن ميزة العمل الالهي ان رؤى الشباب تلتحم مع احلام الشيوخ. وانا بتعجب في الحقيقة لان اغلب العالم الديني النهاردة بيركز على الشباب، عايزين نعمل مؤتمرات للشباب وعايزين ندلع الشباب علشان ما يروحوش يتفرجوا على الحاجات الصعبة في العالم اللي حواليهم، وعايزين نعمل لهم أفخم أكل ونجيب لهم خدام للشباب على أعلى مستوى راقي يكلمهم باللغات اللي يفهموها. حلو، انا معاهم يعني، مش ضد ان احنا الشباب نهتم بيهم لانهم هم طلائع المستقبل لتحقيق الحلم الذي حارب فيه موسى ليخرج بالشعب بعد ما استعبد في مصر لمدة 430 سنة. كان نفسه ان هو يطلع مش بس بالشيوخ لكن كمان يطلع بالشباب. لكن ايه رأيك ان باكثرهم بيقول الكتاب لم يصر الله وطرحوا في القفر، وهذه الامور كتبت لنا مثالا نحن الذين انتهت الينا اواخر الظهور علشان نفهم ان الشعب اللي كان في ارض مصر وطلع من العبودية باحث عن الحرية اغلبه مات في البرية. دي حاجة خطيرة. فاحنا النهاردة وانا بتابع مع العالم الديني ولمحات من العالم السياسة، لاني انا ما بعرفش في السياسة غير حاجات بسيطة خالص، لكن بتابع في العالم الديني ما هو حادث في عالمنا العربي وفي عالمنا خارج البلاد العربية سواء في امريكا او في اوروبا. وانا بشوف النهاردة في هذا الحدث الضخم الذي يحدث هنا في امريكا علشان يتذكروا النهضة التي جاءت في منطقة أزوزة اللي كان فيها انسكاب للعمل الالهي وعمل الروح القدس، وشفنا من بعد عمل النعمة في منطقة أزوزة وهذه النهضة شفنا كمان جامعات طلعت زي أزوزة ايضا بتحتضن العالم الديني وبتحتضن العالم الروحي، وقريب جدا هنشوف ايضا نهضة كبيرة في هذا التجمع الحادث في السبت القادم في منطقة أزوزة. لكن كمان بالمقابل بشوف ان حركات روحية عربية بتيجي في قلب امريكا، واحنا بنقول يا رب زيد وبارك، احنا يعني عايزين العالم العربي يلتحم بالعالم الامريكي، واحنا شايفين ان كمان البعثات الدبلوماسية الامريكية بتشد على ايدين الرئيس بتاعنا الحلو ده السيسي وبتقول له شد حيلك وانت الراجل اللي واقف في وش الارهاب ده لانك انت راجل كفء، لان اذا سقطت مصر فتبقى مصيبة على العالم كله. وعلشان كده احنا بنصلي لاجل مصر وبنصلي لاجل امريكا، لكن في نفس الوقت لا نملك الا ان احنا نقف في مواقعنا، مش يعني زي وعود البط اللي ما يعملش حاجة، لا، لكن عايزين ربنا يدينا اجنحة كاجنحة النسور عشان نحلق في الامور الروحية علشان نبتدي نوصل رسالة حية للسامعين في هذه الايام الاخيرة. فعلى بركة الله المؤتمرات العربية اللي ربما في نفس اليوم اللي فيها النهضة في أزوزة كمان هناك نهضة من العالم العربي ربنا يستخدم فيها إخوة مباركين ومرنمين حلوين، الله يبارك دول ودول. لكن احنا من وراء هذه الحركات الروحية يا ترى النهاردة ربنا عاوز مننا ايه نقدمه النهاردة في الفضائيات يربط ويشد أزر وفي نفس الوقت يلقي بالنور على ما يحدث من واقع هذا المرصد اللي احنا بنسميه انذار أخير. طيب علشان أصل إلى الحقيقة دايما أنا بضع عنوان كتابي بيشدني إلى الموضوع اللي أنا عايز أتكلم فيه، وعلشان كده أنا بحط قدامكم هذه الآية من إنجيل متى
والأصحاح الثاني عشر اللي ابتداء من العدد الثامن والثلاثون عدد 38 آية اسمها آية يونان. حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين يا معلم، بيكلموا المسيح، نريد أن نرى منك آية. فأجاب وقال لهم، جيل شرير وفاسق يطلب آية، ولا تعطى له آية إلا آية النبي يونان، يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. وإذا أردت أن أضع عنوانا لهذا التأمل أيها الأحباء في هذه الآونة من هذا المنبر، منبر الطريق الحر إنذار أخير، أستطيع أن أضع هذه العناوين، وهي طلب الآيات، دوافع وراء هذه الطلبات، والبند الأخير أو العنوان الأخير الله إله التحديات. مرة تاني علشان أنا بعرف أن العنوان بيشد، لو هو النهاردة أنت فتحت على قناة الطريق وابتديت تتابع أيا يكون مكانك أو موضعك أو موقعك، وابتديت تتشد لهذه الآية في إنجيل متى أصحاح 12 عدد 38 فيها العنوان طلب الآيات دوافع وراء هذه الطلبات الله إله التحديات. طب احنا لما نشوف حكاية طلب الآية، خلينا نفهم في الأول ايه معنى آية. آية بالإنجليزي جات ساين S-I-G-N، وأنا من الوسط الطبي بعرف حاجة اسمها symptoms and signs، فيعني الحمد لله يعني العالم الطبي يعني ورايا في مصر، وإن كان حتى فارقني هنا في أمريكا، لكن يعني اللي بيتعلم في عالم الطب ده مش ممكن أبدا إلا يكون فيه بصمة من هذا العالم الطبي وضعت عليه علشان يعرف ويميز ما له علاقة بالجسم الإنساني أيا يكون، سواء أنا بمارس الطب أو مش بمارس، فأنا مش من جيل الأطباء اللي هم يعني بيسموهم كواكس، لكن من الأطباء الذين لهم عيون ترى ولهم آذان تسمع. وعلشان كده لما بتكلم عن كلمة ساين فهي أيضا يتابعها الأطباء كعلامات دقيقة تدل على مرض. ياه ده أنا مش عايز أتكلم على المرض دلوقتي، بس هي علامات بتدل على المرض، ساينز. علشان كده المسيح بيقول لهم جيل شرير وفاسق يطلب آية، يعني معنى ذلك إن الجيل اللي فيه كان في أيام المسيح ده وهم السائلين دول الكتب والفريسيين عندهم مرض. هنشوف دلوقتي نكتشف نوعية المرض. فمثلا لو قلنا ان السيمتومز معناها الاعراض، يعني مثلا حضرتك لو النهاردة عندك صداع ده عرض، لو انت بتشكي من الم في ظهرك ده اسمه عرض، لو انت النهاردة عندك رشح من الانف ده عرض. لكن لما نيجي للاعراض، ان ما كانش يصاحبها ايضا هذه العلامات اللي هي بيسموها الساينز، يعني الحاجة اللي أوبجكتيف، يعني اللي الطبيب يقدر يحط إيده عليها ويحط السماعة بودنه ويسمع، ولما يطلب كمان أشعة ولا يطلب أيضا حاجات متقدمة عشان يكتشف بيها المرض، هيشوف إن دي وقائع بتكشف تحت العين المجهر علشان توري مش بس أعراض المرض لكن كمان العلامات اللي تقود الطبيب للتشخيص الصحيح. فالنهاردة إذا كان هذا مرض طلب الآيات، طب يا ترى ربنا عاوزنا نطلب ولا ما نطلبش؟ خلينا نمشي خطوة خطوة. مثلا لو رجعنا إلى سفر أشعياء والأصحاح السابع، هنشوف إن هناك آية اسمها آية عمانوئيل. إيه الآية بتاعت عمانوئيل دي؟ في عدد 10 بيقول في أشعياء 7، ثم عاد الرب فكلم أحاز قائلا،
اطلب لنفسك آية من الرب إلهك، عمق الطلب أو رفعه إلى فوق. فقال أحاز: لا 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 لا، حاشا، كأنه بيقول زي عالمنا العربي: أستغفر الله، لا لا أنا مطلبش حاجة زي كده، هبقى أنا بجدف لأن ربنا مش عايزني أطلب آية. فقال له، فقال أحاز: لا أطلب ولا أجرب الرب. فقال: اسمعوا يا بيت داود، ربنا بيقول كده: هل هو خليل عليكم أن تضجروا الناس حتى تضجروا إلهي أيضا؟ يعني أنتوا مش بس لما بتطلبوا آية هتزعلوني، لا كمان ده أنتوا كمان هتزعلوا الناس مني لأني أنا صانع الآيات. يعني يا رب أنت عايزنا نطلب آيات؟ هنفهم دلوقتي. فلكن يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ اللي جه تفسيره في العهد الجديد معنى اسم عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. وهنا يبدأ بداية هذا العنوان: هل يا رب انت عايزنا نطلب آيات، ولا طلب الآيات والمعجزات دي حاجة بتزعلك؟ في الحقيقة احنا لازم نعرف ايه الغرض وراء طلب الآيات. فمثلا الكتبة والفريسيين عايزين يطلبوا آية ليجربوه. ليه؟ لانهم قالوا ده مضل وده بيضل الشعب، ومهما عمل ولا سوى احنا هنوقعه فيه الكلام اللي هيقوله والاعمال اللي بيعملها، مع ان هذا كان مقتدرا في الاقوال والاعمال، ومحدش ابدا عمل اعمال زي اللي عملها السيد الرب في الارض اثناء تجسده. لكن مع ذلك كانت عيون الكتبة والفريسيين مغمضة، لذلك طلبوا آية لكي يجربوه. طب يا ترى ايه رد فعل السيد الرب امام طلب الكتبة والفريسيين؟ وده اللي بياخدنا للعنوان الاول ومعها العنوان الثاني: هل لنا يحق ان نطلب آية؟ والسؤال اللي بعد كده: واذا طلبنا آية، ما هو السبب الرئيسي وراء طلبنا للآيات؟ وربما اللي قادني للتأمل ده يا الأحباء ما أراه في ساحة العالم الديني اليوم. فمثلا عمانوئيل ده اللي تفسيره الله معنا النهاردة جه من 2000 سنة، أكتر من 2016 النهاردة، وورى الناس آيات بالكثرة، كان بيشفي بالجملة ويشبع 4000 و5000 بالجملة بخمس خبزات وسمكتين، وكل هذه الآيات لم تؤثر إلا في قلة من الذين رأوا هذه الآيات. والدليل إن المسيح نفسه قال لهم: أنتم تبعتموني مش لأجل التعليم اللي أنا بقدمه، لكن تبعتموني لأجل أكل الخبز والسمك اللي أنتوا كلتوه. علشان كده النهاردة لازم يكون دافعنا وراء طلب الآية مش ان احنا نشوف بركات مادية او نشوف حتى شفاءات جسدانية، لكن طلبنا الاساسي هو طلب واحد، وهو: يا عمانوئيل اللي انت جيت من 2000 سنة، عايزين نشوفك بشكل مباشر في حياتنا الشخصية. يا ترى النهاردة وأنا بقدم الكلام ده وبشوف الآلاف والآلاف من الناس بتلف داخل الكنائس وبتلف خارج الكنائس وكأنهم في طحونة دوامة، واللي تشوفهم في الكنيسة دي تشوفهم في الكنيسة دي، واللي بيلفوا في المؤتمرات دي بيقف يقعدوا في المؤتمرات دي، ويروحوا من كنطاطة لكنطاطة. أنا مش عارف ده يعني إيه كنطاطة الكنطاطة. حلو يعني لما يعملوا دراما علشان يعني يمثلوا الصلب ويمثلوا العمل الإلهي في أيام التجسد، حلو جميل، الله يبارك كل كنيسة بتعمل كنطاطة ولا بتعمل دراما، حلو علشان تؤدي دور علشان الناس تشوف مين هو عمانوئيل الذي جاء لعالمنا من 2000 سنة. لكن احنا هنفضل عايشين في ابعاد 2000 سنة، احنا عايزين نشوف عمانوئيل دلوقتي.
أنا عاوز النهاردة وأنا على الهوا بتكلم مع ناس مجهولة، أنا بعرف مين سمعني على الهوا؟ ها؟ أنا بتكلم مع ناس مجهولة، يا ترى النهاردة أنا بناشد قلبك وبقول لك النهاردة وأنت طالب آية، والآية دي مش هتكون سبب في تغييرك، ممكن تكون سبب في ارتدادك. ليه؟ لأن في الأيام الأخيرة ربنا قال طيب مدام أنتوا جيل شرير وفاسق زي ما كان أيام الكتب والفريسيين وعايزين تشوفوا آية، أقول لك هو يعني اللي بيتكلم ده عنده إيه زيادة يعني؟ ما هو بيتكلم زي أي واحد ماشي. وإيه اللي عند الـ 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 الشيخ فلان ده؟ حتى لو كان الشيخ فلان ده سره باتع، والنهاردة احنا الناس بنشوفها بتتحرك لمسافات بالأميال حتى هنا في كاليفورنيا علشان يتحركوا يروحوا مكان بعيد، وكأن الشيخ البعيد ده سره باتع والراجل ده هيعمل فيهم اللي ما اتعمل من آيات ومعجزات. الله يساعدهم على اللف والدوران ده، بس أنا خايف مع الزمن يكون اللف والدوران ده اللي يلفوا الشعب في البرية في القديم، هيوصلنا إلى الدخول إلى القفر دون أن نصل إلى الرؤية الحقيقية، رؤية عمانوئيل الذي هو الله معنا. طيب علشان أدخل في قلب التأمل النهاردة، ربنا عاوز يعمل معاك آية، بس تعرف إيه أحسن آية ربنا يعملها معاك؟ إن هو يحولك أنت إلى آية. يا ترى أنا بجدف ولا بقول الكلام ده من عندي؟ لا، الكلام ده موجود في عبرانيين، وبيقول هذا هو السيد الرب بيعمل منكم آيات وعجائب، صنع آيات وعجائب من البشر. طب يا ترى ايه هي الآية والمعجزة اللي ربنا يعملها فيك وأعظم من أي آية أخرى علشان يوريك ان هو إله التحديات، وهو مش حاضر من 2000 سنة وغاب دلوقتي، لكن حاضر إلى اليوم معك. ده اللي أنا بحاول ادخل سنة بقالي اكتر من سنة بقول يا ناس ياهو ياللي بتسمعوني، انا بحاول اجيب ليكم افخم تعليم في مصر وفي امريكا، وبقول حتى الاطباء الحلوين المتنورين بيتجاهلوني مش مهم، لكن كمان زي ما الاسوس بيفهموا في الدين والدكاترة بيفهموا في الطب، احنا عايزين نخلي الاتنين يشوفوا بعين واحدة، بعين واحدة هما الاتنين يشوفوا مع بعض ان الهنا الحي ده مش هو اله الفخامة فقط، لكن هو اختار جهال العالم والمصدرة والغير موجود لكي ما يبطل الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد امامه. فانا بقول النهاردة يا رب واحنا في حيرة شديدة جدا امام هذه الحركات داخل العالم الديني والعالم السياسي، واحنا مش شايفين استقرار، مفيش النهاردة مكان الا ما فيه زعزعة، مفيش مكان الا والعدو بيدخل فيه علشان يفسد بين القادة وبعض، علشان يخليهم ينقسموا على بعض، وتبص تلاقي يقول لك القسيس فلان ده كان مع القسيس فلان وبعدين انقسم عليه وعمل كنيسة تاني، وبعدين القسيس فلان ده انقسموا عليه وعمل كنيسة تاني وتالت ورابع. ايه الحكاية دي؟ ايه الحكاية دي اللي مش هتخلص؟ ربنا عاوزنا نتجمع مش علشان نكون كتلة يعني نحارب بعض، لا، ربنا عاوزنا نتجمع على قول واحد وطلب آية واحدة، هي يا عمانوئيل من فضل جلالك حل فينا علشان نبتدي نرى رؤية مشتركة، رؤية واحدة بعمل الروح القدس كما طلبت في صلاتك الشفاعية في إنجيل يوحنا أصحاح 17، ليكونوا الجميع واحدا كما إني أنا والآب واحد. طيب لما المسيح سمعوه بيقول الكلام ده أنا والآب واحد، يا ترى الكتبة والفريسيين عملوا إيه؟ قالوا إحنا هنرجمك. قال لهم طب هترجموني ليه؟ أنا إيه عملته في وسطكم وحش علشان ترجموني؟ قالوا لا أنت عملت حاجات كويسة، إحنا شايفين يعني إشباعك للجموع وإشفاءك للمرضى، بس إحنا بنرجمك عشان حاجة واحدة، لأنك بتساوي نفسك بالله. قال لهم كده كده، طب إيه رأيكم أنا بقول عن إنه كلكم آلهة وبني العلي تدعون؟ ارجع لمزمور 82 وعدد 6، يعني حتى هذا الإله العظيم اللي جاء في عالمنا وتمشى في وسطنا وفي أرضنا بيقول عن الذين تكلم إليهم الله وصارت إليهم كلمة الله هم آلهة.
واحنا يعني ما تأخذونيش في مصر عندنا آلهة متعددة بس بتظهر يعني بأشكال مختلفة، فاحنا بنقول البلاد اللي احنا فيها دي بلاد إسلامية وفيها شريعة إسلامية وفيها صراع ما أنزل بها الله من سلطان، وكلهم بيقولوا لا إله إلا الله. حلو، الله يبارككم. لكن احنا من وراء هذا التوحيد اللي بيقولوا عليه، يا ترى هذا التوحيد الذي نراه جمع هذه الشعوب المتفرقة إلى واحد؟ ما حصلش، بل زادهم تفرق وتمزيق. ونحن نرى من يوم إلى آخر كيف أن العالم من حولنا العربي يتمزق إلى داعش وأيدي داعش، حتى أنهم قالوا في تقرير قريب مفصل بيقول أنهم عايزين كمان يعملوا بدل داعش حاجة اسمها دالم. إيه؟ يعني حتى ما كفهمش داعش واللي بيدبحوا، عايزين كمان يعملوا دالم، يعني داعش ليبيا. يا دي المصيبة السوداء. يعني النهاردة احنا في عالم متفكك ومتزعزع. علشان كده الكتاب بيقرر في سفر حزقيال وأصحاح 20 و21، منقلبا منقلبا منقلبا، يعني ثلاث انقلابات ورا بعض، إلى أن يأتي الذي له الحكم أو الذي له الملك. فالنهاردة ما تزعلش يا حبيبي على الانقلابات اللي موجودة داخل الكنائس، يعني ما تضايقش قوي وتقول يعني مش عارف مراد كان معانا زمان وبعدين سابنا، والأسيس فلاني ده كان معانا زمان وبعدين مش قادر يعيش معانا. الانقلابات دي طبيعية، وزي ما حصل الانقلاب الأول في الحرب العالمية الأولى والناس قالت يا دي الوقعة عايزين ما يكونش في حرب تاني، لكن بعد شوية في 45 شفنا فظائع تاني والحرب العالمية التانية ومساوئها. والعالم النهاردة قاعد واحنا قاعدين يعني منتظرين مين اللي يعمل الشرارة الأولى بالحرب النووية علشان يدكها، فده اللي هيبقى الانقلاب الثالث الأخير اللي ربنا يحمينا منه وينجينا منه. وطلب مننا المسيح عندما ترون كل هذه آتية ارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. فلنطلب ان ربنا ينجينا من ساعة التجربة العتيدة ان تأتي على العالم كله لكيما تجرب الساكنين على الأرض. طيب النهاردة وأنا بتقدم تدريجيا في هذا التأمل، يا ترى النهاردة وراء طلب الآيات والمعجزات وإنك أنت عاوز تثبت لنفسك أو للآخرين إنك راجل بتاع ربنا، أشد حيلك. فالمسألة أصلها ليست كلاما ولا انتماء لطايفة ولا كنيسة ولا حتى خدمة طويلة علشان تثبت لك ولا لغيرك إن أنت بتاع ربنا، لا، بتاع ربنا ده ربنا هو اللي هيتكلم على فمه وهو اللي هيدافع عنه. فأنا مش محتاج إني أنا أدافع عن كلمة الله، لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، أنا مش محتاج أدافع. لكن كل اللي أنا محتاجه إني أنا أخضع لهذه الكلمة النبوية اللي هي أنفاس الله. فمثلا قالوا إن الكلمة دي معصومة مش بس لأنفاس الله، لكن كمان زي ما بيقول عنها بالانجليزي God breathing، يعني السكريبتشرز دي او الوصايا اللي جت في العهد القديم او الجديد هي انفاس الله. وقالوا ان دي بالعبري في الاساس، والترجمة اللي جت بعد كده الى اليونانية قالوا ان كلمة انفاس الله or God breathing دي باليونانية معناها ثيو نيوميوستس، يعني الله بيتكلم بأنفاس، لأن نيمو دي معناها زي الرئتين يعني، وثيو معناها الإلهيات، فثيمو نيوستس يعني، وإحنا عارفين يعني خريستوس أنيستي، وأنا مش بفهم كتير في اللغة الأرثوذكسية لأني لم أنشأ فيها، لكن بس باخد منها الحلاوة اللي فيها علشان تورينا ان الكلام اللي بين ايدينا ده هو انفاس الله. وانا محتاج انا وانت لهذه النفخة التي تكلمت عنها في الاسبوع الماضي، نفخة نسيم من الروح القدس يهب علي وعليك النهاردة علشان نبتدي نفهم اقوال الله ماذا يريد منا عندما نفكر في طلب الآيات.
فالنهاردة لما أحاز كان عنده تخوف من كلام الشريعة إن اللي بيطلب آية ده ممكن يقع في مشكلة وفي مصيبة، لأن الله مش مجرب بأن هو يؤدي الحاجات اللي انت طالبها بشكل يعني معجزي، رغم أنه أعطى لموسى أيضا آيات وعجائب ومعجزات علشان يثبت هذه الرسالة لموسى، لكن بعد ما جاء العهد الجديد في أيدينا وجاء يسوع المسيح إلى عالمنا وجاء عمانوئيل ليزورنا وبعد كده صعد إلى الأعالي وأرسل الروح القدس إلى قلوبنا وجعلنا كنيسة حية روحية لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله، ما عادش فيه النهاردة وقت علشان الواحد فينا يتمحك ويقول له يا رب اديني آية عشان اعرف انت موجود في حياتي ولا لا، وعشان اعرف ان انت واخد بالك مني ولا لا، ولا تشفيني ولا تشفي عيلتي ولا تشفي قرايبي علشان اشوف آية ومعجزة تثبت لي انك موجود. دي كلها مرفوضة، لان وراء دي اللي بيقول عنه المسيح للكتبة والفريسيين: جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية الا آية يونان. يعني لما نيجي نتكلم عن يونان، وانا يمكن هخلي الكلام عن يونان في النهاية لاني هجيب في الاخر يمكن العشر دقايق الاخيرة واحد اقدر مني واكثر فهما وحكمة وموهبة مني علشان يتكلم بس في الجزء ده الخاص بهذه الثلاثة ايام النهار والليل في آية يونان. لكن النهاردة أنا بثبت الكلام عن هذه الطلبات. يا ترى إيه اللي أنت عايزه من ربنا دلوقتي؟ يا ترى أنت اللي سمعني إيه طلبتك النهاردة؟ بتطلب شغلة؟ حلو. بتطلب جوازة؟ حلو برضو مش وحش. بتطلب غنى مادي؟ تحقق الحلم اللي هو بيقولك الأمريكان دريم؟ العربية الحلوة الفاخرة والبيت اللي هو ملوش حدود كذا ايكر، والرصيد اللي في البنك، حلو، احلام، كلها احلام ممكن تتحقق وممكن ما تتحققش، كل ده كويس مش وحش. لكن وراء هذه الاحلام يا ترى انت النهاردة ناوي انك انت تاخد عمانوئيل في قلبك؟ دي هي الرسالة النهاردة اللي بقدمها من هذا المنبر في هذا الانذار الاخير: اطلب وعمق الطلبة او رفعها الى فوق. النهاردة وانا بطلب لنفسي بقول يا رب انا بطلب طلبة من كل قلبي ان الكلام اللي بيتقال ده يبتدي يتفاعل معاه السامعين. بقول يا رب امتى ده هيحصل؟ قالوا لي ان اصل المكالمات من مصر دلوقتي مش بتيجي. حلو. طب ما فيش حد في امريكا الحلوه دي على لنطاقها الواسع بيسمع قناه الطريق او بيسمع البرنامج ده او غيره يبتدي يتواصل معانا؟ الله اعلم، ما اعرفش. لكن كل اللي انا بعرفه النهارده بطلبه وبقول له يا رب من فضل جلالك، وانا النهارده بقدم هذا الانذار علشان شعبك يعرف ان اعظم ايه هي انك تتيجي للقلب وتحول حياتي الى ايه. وانا مش عارف امتى هدخل بالتفصيل علشان اثبت لك بالدليل والبرهان ان كل ذرة في كيانك الداخلي تشريحية او كل عملية فيزيولوجية او بيولوجية هي مضبوطة تحت ضابط الكل اللي بيعمل هذه العمليات في شكل ثلاثي في وحدة، بيسميه الكتاب باترن اور باترن، يعني نموذج. وهذا النموذج اللي ربنا وراه لموسى على الجبل في سرده في سفر الخروج اصحاح 25 وعدد 40 بيقول لموسى اصنع كل شيء حسب المثال الذي اظهر لك في الجبل. فانا مش عارف امتى اقدر اخش بالتفصيل كده، وانا بشكر الرب لاجل اخونا الحبيب الاخ مينا اللي بيتعاون معايا بكل قلبه ومواهبه الفذة علشان نوصل ليك جزء من هذا التعليم القوي. لكن انا زي ما قلت لك دلوقتي على كل اللي انا بقوله لك دلوقتي، والاخ مينا بيقول لي انا جاهز علشان احط هذا الجزء،
قبل ما أدخل في هذا الجزء أنا عايز بس أقول لك حاجة مهمة جدا، إن عالمنا اللي بيحيط بينا ده النهاردة مشكلة السمع عنده أصبحت مشكلة صعبة جدا، لأنه من كتر ما بيسمع ومن كتر ما بيشوف أصبح الكلمة اللي بتقول هذا الشعب يكرمني بشفتيه بيسمع ولا يسمع، ويبصر ولا يبصر. علشان كده النهاردة في مشكلة مش بس في السمع والبصر الحسي، لكن كمان في المشكلة في السمع والبصر الروحي. فأنا مثلا أنا وإنت النهاردة عندنا خمس حواس حسية، تفتكر هذه الحواس الخمسة الحسية تقدر تدخلنا لعالم الله، عالم الآيات، عالم الروح؟ أنا بقول لك لا. لكن النهاردة إذا كنت ناوي من قلبك إنك تبتدي تدخل في المباراة اللي أنا داخل فيها دي، بين المعركة بين الظلمة والنور، شد حيلك شوية، شد حيلك شوية، لأن الكتاب بيقول إن أهل بيرية كانوا أشرف من الذين في تسالونيكي، لأنهم كانوا يفحصون الكتب بنشاط بتدقيق، فاحصين الكتب كل يوم هل هذه الأمور هكذا. فالنهاردة بس أنا أحط لك كلام الراجل ده اللي أقدر مني، وبعد كده هكمل في الاتجاه في هذا العنوان اللي هو طلب الآيات، ما وراء هذه الطلبة وما وراء هذه الطلبات، علشان أصل في خاتمة جميلة إلى أني أتقابل مع إله التحدي. تفضل يا خمينة، حط لنا هذا المقطع من هذا الرجل المبارك اللي بيتكلم في هذه الآية. تفضل حضرتك حط لنا هذا الكليب. هي الباب 38 verse. Then certain of the scribes and of the Pharisees answered saying, Rabbi, we would see a sign from thee. Now, see, he'd been giving them signs all along, see, but they asked him for another sign, and this is what he says. But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign. And we are an evil and adulterous generation when we're down here, every time we come down here looking for more proof. Right. See? I run down here, I want to hear more proof, man. You come back and you hear what Dr. Harris said, what Keith Gilpin said, what somebody else said. That's more proof. And you just ain't never satisfied with more proof on top of more proof on top of more proof. When are you going to be satisfied with knowing that you really are one with him? All right, read on. And there shall no sign be given to it but the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the fish's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Now, see, this is what happened. The crucifixion took place on a Friday. You see, the Jewish day began at 6 a.m. in the morning. See, so when he hung on the cross, over in Genesis it says that the light he called day and the darkness he called night. See, so when he was on the cross at 9 o'clock in the morning, see, that was daytime. See, but then it turned dark over the face of the earth from the 6th to the 9th hour. So the 6th hour would be 12 noon, because the day starts in at 6 a.m. So 12 noon would be 6. And the 9th hour would be 3 o'clock in the afternoon, you see. So you'd have darkness from 12 noon to 3 p.m., see. So you already have a day and a night on Friday, see. Then at 3 o'clock, see, then the day would come back again, you see, because the darkness would be dissipated and gone. And there'd be some daylight still left, you see. So you'd have dark light from about 3 p.m. to around about 6 p.m., see. So that's dark, that's night. And then Friday night, you'd have darkness. So what you had on Friday was 2 days and 2 nights. Then Saturday would be a day, and then Saturday night would be a day. You get it? So you got 3 days and 3 nights. See? Now, everybody been trying to fool around. They had a guy by the name of Henry Armstrong. What's the name? Herbert W. Armstrong out here in Pasadena.
Boy, they tried every kind of way to get 3 days out. They wanted to back up his crucifixion to Wednesday and all like that, see? Because they just refused to go along with what we have said, see? So what the Savior had to say is right. Now, really, truly, do you know the 3 days and three nights was him? Because if he's day, see? He's day and three, this state and this state. And he's night in this state and this state and this. See? See? 3 days and three nights. See? 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 And he did resurrect from the grave. And he, see? Now, after we finish this series of seven ages, see? Then what he will do, he said, then he along with us will determine what the next series of ages. But it won't be no determining to do. Why? Because Yahweh is a pattern. See, we don't really appreciate the fact if this is a pattern, this wouldn't be a pattern if he wasn't like his daddy. Right? See? So if his daddy is a pattern, then guess what his daddy is doing? All his daddy is doing is bringing forth offspring. You see, just right out of his own loins, you see, each week he's bringing forth a batch of new children that he's birthed. But that is what we call an asexual reproduction. See, a before the word sex means without any division. Sex means to be divided, you see. But the kind of a relationship that he has is an asexual. He alone as this one body is able to bear for children. He hadn't go, it doesn't have to go aside to a wife, see, because his head is the man, the chest is the woman, and the abdomen is the children. See? So out of that one embodiment, which is an asexual relationship, then he brings forth perfect sons all the way down through these ages, you see? And he's just going to be repetitious, see, in doing that over and over and over again because he is eternal. I hope you got something out of what I said. عودة أخرى أيها الأحباء لهذا التأمل اللي احنا شفنا فيه ازاي ان ربنا عايزك تتمتع بهذه الآية. بس تتمتع بيها فين يا ترى؟ تشوفها في نفسك، وإذا انت ما شفتهاش في نفسك مش هتشوفها براك. وعلشان كده اللي مش بيصدقوا ان عمانوئيل ده ممكن يحل في البشر ويسكن فيهم بشكل مباشر، عمرهم ما هيبقوا شبعانين لما يشوفوا آيات الدنيا. ايه الدليل؟ بيقول انهم لم يصدقوا الحق، ارسل اليهم الله عمل الضلال ليصدقوا الكذب. ياه، دي حاجة رهيبة جدا. يعني معناها ان ربنا لما يكلمك بمرة واتنين وتلاتة ويقول لك أنا ممكن أحضر فيك وأوريك إن كل خلية في جسمك من أصغر نواة اللي هي الذرة معمولة من تلات أشياء اللي هي الخارجية اللي هي النواة واللي فيها في هذه الذرة تلاتة مكونات بيكونوا الذرة ولا يمكن أن ينفصلوا من هذه الذرة إلى الخلية اللي هي بيسموها نيوكليوس، نيوكليولس أند سيل بادي، يعني الخلية كجسم وفيها النواة واللي داخلها أيضا النواة الصغيرة اللي بيسموها نيوكليولس، هم التلاتة بيكونوا وحدة. فربنا بيقول لك أنا عندي استعداد أثبت لك بالدليل والبرهان إن جسمك وتكوينك أعظم آية وإنت مش دريان بيها. طيب يا ترى احنا علشان نوصل التعليم ده لأحبائنا عايزين كام سنة؟ الناس دول الرجل العظيم ده اللي كان بيتكلم قدامكم راح سنة 71 مصر وعرض التعليم ده بدون مقابل، دفع من جيبه واللي حواليه. لكن المسألة مش هي كتر تعليم، المسألة من وراء التعليم ومن وراء حضور المؤتمرات ومن وراء حضور الكنائس. يا ترى انت النهاردة لسه بتدور الله موجود ولا مش موجود؟
يا ترى انت النهاردة بتدور على آية علشان تثبت بيها وجود الله في حياتك؟ لا، خلي بالك السكة دي مش سكة صحيحة، لأن الله موجود سواء أردت أو لم تريد، ومش محتاج يعلن عن نفسه، لأن الله في السماوات يتكلم، يتكلم في الخليقة، وأيضا قدرته السرمدية ولاهوته تظهر في أعماله، تظهر إن العالم الخفائي اللي هو غير المنظور والعالم المنظور، السماوات بتحدث بمجد الله، والفرك بيخبر بعمل يديه، يوم بعد يوم بيزيع كلام، وليل إلى ليل يبدي علما، وإحنا قاعدين لسه بنلف في الكنائس ونلف في المؤتمرات وبنلف على الأسوس، وفي النهاية بنطلع مش عارف هنطلع بإيه. ربنا يعيننا، لأنها أيام أخيرة وصعبة علشان نوصل للحقيقة. وأنا مش بقول إن الوصول للحقيقة ده أمر سهل، لكني كباحث وكناظر على مرصد بتابع في كل يوم، وبقول له يا رب أنا زي الطفل الصغير اللي واقف على الشاطئ الإلهي وبقول لك في كل يوم يا رب علمني، افتح أذني أيها السيد. المكتوب عنك بالنبوة يوقظ كل صباح، يوقظ أذني لكي أتعلم كالمتعلمين. أنت يا رب، أنت اللي محتاج تتعلم، ده أنت معلم المعلمين. ومع ذلك كنت في أيام تجسدك تخضع للآب خضوعا كاملا لكي ما تعلمنا الطريق الصحيح للتعلم. علشان كده الكتاب بيقول ان كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يخرج من كنزه جددا وعتقاء. ايها الاحباء، وانا بتقدم للختام في هذا البرنامج، انا مش عايز يكون الكلام يعني كله يعني كلام علمي او حتى لاهوتي، لكن انا عاوز في النهاية كده وانا بطلب وجه الرب بقول يا رب أنا عايزك تضع في فمي ترنيمة، أنا عايزك يا رب تخلي حياتي نفسها ترنيمة. يا رب أنا ما صنعت نفسي، لكن أنت الصانع وأنت الخالق، وأنت صنعتني بالطريقة التي تراها لكي ما تكيفني، وأيضا تجعلني سبب بركة مش لنفسي، لكن كمان سبب بركة لغيري. أنا بطلبك يا رب في نهاية هذا البرنامج، بقول لك من فضل جلالك، وإحنا في هذه الأيام الأخيرة، في الثواني الأخيرة من الساعة الأخيرة، يا رب افتح علينا من فضلك، افتح علينا علشان نعرف إنك إله حي وقادر على كل شيء. أنت إله حي تستطيع أن تعطينا مش بس آية خارجية علشان فيها تعلمنا وتفهمنا وتثبت لينا إنك قادر على كل شيء، لكن كمان تقدر في داخلنا تكلمنا يوم بعد يوم، تطمننا وتقول لنا انك مسيطر على الموقف، وانك انت الشاهد الوحيد الامين الذي تستطيع ان تقودنا الى النور اللي طلبت فيه زمان من تلاميذك قائلا لهم سيروا في النور لئلا يدرككم الظلام. والنهاردة وانا بختم وبقول يا رب، واحنا في معركة صعبة جدا ما بين النور والظلام، النور الحقيقي الآن يضيء، لكن يا ترى بيضيء لمين؟ للناس اللي هم الكتبة والفريسيين اللي طالبين آية، ربنا قال عليهم جيل شرير وفاسق يطلب آية ومش هتعطى ليه آية. وأكثر من مرة طلب أمام هيرودس إن المسيح يقدم آية، رفض إنه يعمل آية. ومرات كتيرة لما كان بيطلب ان المسيح يعمل آيات، رفض ان يعمل آيات في ارضهم، لان هذا انما هو تجربة، لان الله لا يحتاج الى اثبات وجوده بآية، لكن هو آية الآيات عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. وانا احاول اختم بالترنيمة دي، انا صحيح مش مرنم ولا يعني صوتي جميل ولا حاجة، لكن بقول يا رب من فضل جلالك، وانا بتقدم للختام في هذا العنوان طلب الايات وانت اله التحديات، بقول لك يا رب اشكرك لان ايديك محوطاني، وايضا مش بس ايديك محوطاني، لكن كمان حبك بيضمني وبيرفعني علشان اقدر من يوم الى يوم اتابع هذه الرؤية في حياتي،
وانا عايز يا رب هذه الرؤية تمتد مش بس لنفسي لكن يا رب تمتد للآخرين علشان نقدر نشوف عملك العظيم في هذه الأيام الأخيرة وسط هذا الظلام الدامس. علشان كده بقول لك يا رب بشكرك لأن إيديك محوطاني في حضنك وضماني وعنا يا إلهي هي كل ضماني هي كل ضماني دي ايديك محوطاني لحضنك وضماني وعنا يا إلهي هي كل ضماني هي كل ضماني. يا رب في نهاية هذا البرنامج أنا بحط الكلمات التي قيلت بين إيديك وأنت الذي لا ترجع إليك كلمتك فارغة لكنها تعمل العمل الذي أرسلتها له. لكننا نطلب من جلالك يا رب إنك تعطينا نعمة لكي ما نميز زماننا ووقتنا وأيضا في هذه الأيام التي تأمر فيها كل الناس أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. من فضلك يا رب تغاضى عن أزمنة الجهل اللي احنا عشنا فيها زمان طويل وأخضعت حياة كل البشر إلى البطل ليس طوعا يا رب لكن لأجل الذي أخضعها على الرجاء. فأنت إن كنت أخضعت البشرية لزمان طويل يا رب لكن لم تتركها في الضلال ولا في الجاهلية لكنك أتيت إلى عالمنا لكي ما تحيينا من مواتنا لكي ما تحيي هذه العظام اليابسة فتقوم جيشا عظيما جدا. نستودع هذه الكلمات بين يديك يا رب توصلها للذين أيضا سوف يقبلونها بفرح وأيضا تعطينا نعمة لكي ما نكون باستمرار خاضعين لجلالك طالبين وجهك. ونحن نطلب في النهاية يا رب لأجل بلادنا لأجل رئيس بلادنا سواء في مصر أو أيضا رئيس بلادنا القادم في أمريكا احنا بنطلب نعمة خاصة يا رب واحنا بنرى التيارات الصعبة اللي بتتحدى شعبنا ورئيسنا في مصر والتيارات الأصعب أيضا ما بين الجنسيات المختلفة في أمريكا. من فضلك يا رب ضع الصالح أنت لأنك أنت الذي تقيم الرؤساء وأنت الذي تسقطهم لأن قلوب الملوك كجداول المياه في يدك. نحن نستودعك أيها الخالق الأمين ليس لنا يا رب ولا لأجل بر فينا ولا صلاح لعملنا ولا لأجل أي شيء في عبدك يتميز به غير مسيرك معنا كخالق أمين تستطيع أن تجعل من البرية بستانا. اقبل أيها الإله الواحد الآب والابن والروح القدس لأنه لك المجد والكرامة والعظمة السجود والقدرة الآن وكل أوان وإلى أبد الدور. وإلى أن نراكم في الأسبوع القادم لكم منا كل تحية وتقدير. الأسبوع القادم من الساعة 2 ل 3 البرنامج إنذار أخير بتوقيت كاليفورنيا. فيها ناس وطرق تبان
أصل المسيح هو الحياة.